30 دقيقة. تحية للناس اللي تحقد بنا في الاستماع في هذه البرمجة الخاصة والاستثنائية واللي تواكب الأوضاع اللي تعيشها بلادنا بعد قرارات رئيس الجمهورية. في تواصل مع المستمعين متاعنا سفيان بفرحات والناس اللي قاعدة كومنتي على الفيديوهات والباش فيسبوك راديو ميت تونسي. دونك زينب بن حميدة تحية لها تقول لك وتسأل على لمحة على دساتير في العالم. سفيان فرحات لمحة تاريخية الأنواع حسب بتبيع في العالم بالنسبة للدول. سفيان فرحات، هو دستور مرتبط بالدولة جستمون، حتى لو الدستور مرتبط بأشخاص أو جمعيات أو منظمات، يعني الدستور هو قانون أساسي، سيتي لوا فوندامونتال، لأن يسميه لا لوا فوندامونتال، ويكتبوا ال ماجيسكول بالفرنسوية مثلا، ما عندناش ماجيسكول بالعربية، هي لا لوا فوندامونتال اللي تنظم حياة الدولة أو مجموعة الدول. لازم تكون فيدرالية مثلا من الدول كما الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا بار إكزومبل كما ألمانيا، ولا تكون دولة موحدة كما فرنسا ولا كما تونس ولا كما إيطاليا مثال. دساتير قديمة جدا موجودة منذ معناها العصور الغابرة، ودساتير ظهرت من وقت الإغريق ومن وقت قرطاج. أول دساتير في العالم ظهرت لدى الإغريق ولدى قرطاج، واحنا يكفينا فخرا، انا قلت البارح ديما نذكر به، وانه ارسطوطاليس لما درس 158 دستور في عصره قال افضل دستور هو دستور قرطاج. يبقى انه خلينا نحكيو على بوك موديل. البوك موديل ثم انواع من الدساتير، ثم الموديل الانجليزي والموديل الامريكاني والموديل الفرنساوي، خلينا نقولوا هذا، وتو نحكيو على تونس شنو صار فيه. الموديل الانجليزي هم عندهم دستور غير مكتوب من عام 1858 يسمى الماجنا كارتا، وعندهم زاد لابياس كوربوس عام 1687 ولا حاجه هكا. لابياس كوربوس هذا اللي كان موجود عندهم هما. امريكا عندها دستور وحيد تعيش به من منذ عام 1787، الماجنا كارتا 1215 كما قلت لك، وعند الانجليز ولابياس كوربوس 1679. لا لوا فوندامونتال نو اكريت، لانه القانون ينجم يكون كوتومي، يعني الماجنا كارتا مش مكتوبه اما معتبره دستور، وكذلك لابياس كوربوس نتاع 1679، ولحد الان هذوك اللي يخدموا به. امريكا عندهم دستور 1787 من اقدم دساتير العالم، غيروه في بعض الاحيان لكن يعيشوا تحت نفس الدستور هذاك اللي كتبوه بنجامين فرانكلين وكوينت وجون ادامس وجورج واشنطن وجماعه هذوك الكل اللي بيرفونداتور اللي يسميهم الاباء المؤسسون. فرنسا عندها دساتير، سما مشكله كبيره. فرنسا لحد الان ما يعرفوش قداش عرفوا من الدستور منذ الثوره نتاعها 11 ولا 12 منذ الثوره الفرنسويه لحد الان. روبير بادينتيل اللي هو كان وزير العدل قال الدساتير هي اشياء سي دي ماشان، ويا دي ماشان كي مارش دي ماشان كي نو مارش با. دونك الدساتير في فرنسا لحد الان ما يعرفوش التو يتصاروا، مثل جورج بيردو موريس دوفالي اللي يكتبوا على نظريه القانون الدستوري يختلفوا، عرفوا 11 ولا 12، عرفوا عديد الدساتير. اللي باين في العالم وانه بلو البلاد تحترم دساتيرها بلو المؤسسات تلقاها ستابل، بلو البلاد تبدل دساتيرها بلو البلدان تولي غير ستابل. فرنسا مثال يعيشوا توا تحت دستور 1958 اللي اسس الجمهوريه الخامسه اللي عملها دوغول. يلزم نعرفوا دوغول اللي هو حرر فرنسا، عمل لابان دو 12 جوان وعمل معناها حرر فرنسا، ثم جاء للسلطه عام 44، ثم تخلى عن السلطه ومشى لبلاده وهي كولومبي لي دو زيغليز، ثم ناداولو عام 1958 وجاء ومنع فرنسا مرة أخرى وعمل ريفرندوم وعمل نظام رئاسوي رئاسي خلي سومي بارلمونتيل ورئاسي، وعمل دستور 1958 اللي هو فيه ستابيليتي كبيرة. ودوغول معناها بعد ما جاء ثم حديث يقول فيه مع صحافي، يقول تعرفوا احنا عملنا الكونفيسيونال، تعرف المسيحيين كي يمشيو للكنيسه يدخلوا معناها للباباس ويقولوا انا عملت هكا وهكا، يقولوا ربي يسامح كذا يسموا له كونفيسيونال. قال احنا عملنا الكونفيسيونال باش من بعد الشيطان، قال توا الشيطان في وسط الكونفيسيونال، فهمتني؟ الشيطان ابليس موجود في الكونفيسيونال، شو تعمل؟ لانه دوغول لما جاء بعد الجمهوريه الابعد، الجمهوريه الابعد كونت عام 1946 وفات عام 1958، الجمهوريه الرابعه عرفت 21 حكومه، 21 حكومه في 11 سنه، 20 ازمه وزاريه، 21 حكومه، سماها دور لا ريبوبليك دي كريز، معناها في التو اللي يكتبوا في السيونس بوك يقول لك لا ريبوبليك دي كريز، حطوا اير ماجيسكول معناها لا يذكروا في الجمهوريه الرابعه الفرنساويه. يمكن خاطر فرنسا عندها برشا دساتير، معناتها عندها برشا محطات صاروا في هو فرنسا وتونس ولبنان عندهم عندهم نفس المحطات وعندهم مشكله اخرى سي دي بي دو بوليميك.
يعني توا في فرنسا وفي تونس في لبنان تجي تقول توا تسعة غير أربعة متاع الصباح، واحد يقول لك لا تسعة غير أربعة في اليابان ما يتوا من ثلاثة وخمسة، وعنا تونسي غاديك في توكيو هاكا توا يعرف كذا، لا لا احنا عايشين بالوقت هذاك، والآخر يقول لك لا لا توا ثلاثة متاع الصباح في أمريكا. البوليميك كلها تنظر كلها تنظر وكلها فهمتني، لي لاتان هذوما عندهم لاتشاتش متعرف الرومان، بعثوا واحد كبر كارتاج وكبر كل شيء، بعثوا واحد يتجسس على كارتاج، عمل لو رابور لو بلو سكسان دون ليستوار، قال لهم لا غيمور لو زودور. في تونس معروفة بها الزهر والبلقدان واللي تتصور في بالك والدقلة توحشناهم هذيك سوفيا إلى غيمور لا غيمور لي زودور. دونك ديما ثم صراعات كبرى بالنسبة لتونس. بيان سور احنا مسلمين، أول دستور ظهر عند المسلمين عملوا سيدنا صلى الله عليه وسلم، عملوا في المدينة اللي كانت اسمها يثرب ثم سميت المدينة اللي هاجر لها، وعمل دستور مهم جدا، والدستور كان تعاود تقراه رهيب. الدستور هذاك يحكي خاطر ربي كيخاطب الناس ساعات يقول يا ايها الناس في القران، ومن بعد يقول يا ايها المؤمنون، فيه المسلمين والمؤمنين واليهود والاوس والخزرج وكذا، يفرق حتى بين المسلمين والمؤمنين. احنا تونس عرفنا اول دستور في العالم العربي الاسلامي هو عام 1861 اللي تعمل، واعتبر اقدم دستور في العالم العربي الاسلامي. ثم عملنا دستور 1959 صدر في 1 جوان 1959، وقتها ثم صحفي سئل رئيس بوتقيبه قال له علاش انتم كملتوا دستور، علاش ما خذيتوش الدساتير كما موجود في العالم الاسلامي؟ جاوبوا بوتقيبه وانا عندي السؤال والجواب، قال له تعرف في العالم الاسلامي عادة عندنا الخليفة ويكبر الخليفة وتكبر معها السلطات، واحنا ما نحبوش هذا، نحبوا رئيس جمهورية. الدستور 1959 كان من عاد الدساتير الحق اللي موجود في تونس، المشكلة انه تبدل ثلاثة مرات، 16 مرة، ثمانية مرات تبدلوا بورقيبة وثمانية مرات تبدلوا بن علي، والثمانية مرات اللي تبدلوا فيهم اغلبهم كانوا لصالح الرئيس، يعني ولاو اون ارمور نتاع لو ديسبوت، معناها لباس للحكم المطلق اكثر منها لقيم. معناتها كل مرحله يعيشها ويوصل لها يعمل بها الدستور اللي هو. ثم حاجه اخرى في الدساتير ما يسمى بالدستور الصغير، احنا عملناها عام 2011، هو الدستور الصغير هو التنظيم المؤقت للسلطات العموميه، عاشته فرنسا، عاشته تونس، عاشته حتى امريكا قبل ما يعملوا لاسومبلي كونستيتيونت المجلس التاسيسي. شنو دور المجلس التاسيسي؟ هو اصدار الدستور، علاش يسمى التاسيسي؟ كونستيتيونت يعني كونستيتيون. هذاك الدستور الصغير عملناها عام 2011، والبارح انا لاحظتها بكري رئيس الجمهوريه قاعد تتبع في الكلام نتاعو كي حكى مع المنظمات الوطنيه، قال لهم في دقيقه 17 بالضبط، ارجع للحديث نتاعو اللي خرجته رئيس الجمهوريه في دقيقه 17، يقول لهم هو تنظيم مؤقت للسلطه العموميه حتى تدفع علينا معناتها اللي يعمل فيه تو واللي قاعد يكتب فيه، معناتها البيانات اللي قاعدين خارجين. البارح شفنا زوز والمراسيم سامحني المراسيم تكسر المراسيم اللي قاعدين يخرج فيهم البارح، قد مارس يخرجوا يمشيوا للرائد الرسمي وقاعد تبعوا هذيك، معناتها كيفاش نقولوا اثنيه اللي سطر فيها قائد سعيد وفي رئيس. هو يقول لك دستور صغير لانه الدستور مش معلق هو تو، لكن الاجراءات الاستثنائيه في اطار دستور صغير، ثم لا بتيت كونستيتيوسيون في العلوم السياسيه كون فوا، ثم لونجاج نتاع العلوم السياسيه الكونستيتيوسيون تكتب بالفرنسوي بسي ماجيسكول، ولا بتيت كونستيتيوسيون هو الدستور الصغير، الاجراءات الاستثنائيه في انتظار الدستور. هو قال هكا بون قراءه رئيس الجمهوريه، خاطر بعض قالوا لي انت علقت الدستور، هو قال لي انا طبق في الطبق الفصل 80 من الدستور، لكن في نفس الان البارح وهو استاذ بتاع قانون دستوري كي قال هذا ما قالش عن هواه، يعرف مليح يعرف قيس هيدر، نعرفه من قدام بعض، نعرفه بالقدام، نعرفه من الفاك، يعني انسان يعرف شو يقول. كيقول لك انه دستور انه التنظيم المؤقت للسلطات العموميه، تفهموا انه راهو يحكي على لا بتيت كونستيتيوسيون في عقليته. هل كان لابسوس ولا هو كان، لان يعني الدستور ما تعلقش عاده في حاله تعليق الدستور كما صار في مصر ولا كما صار مع 2011، علقنا الدستور وعملنا مجلس تاسيسي، وقبل مجلس تاسيسي عملنا التنظيم المؤقت للسلطات العموميه، وقعد هذاك ينظم الدولة إلى حد دخول حيث تنفيذ دستور 14 جانفي 2017 اللي بدأ يتطبق معناها بعد يومين. دونك اليوم أهمية الدساتير هي العقد الاجتماعي الحقيقي بين الناس. الفكرة الأساسية، وأن قد بيكون عندك دستور هو في القوانين كذلك ثم سلم تراتبي بتاع القوانين يسميوه الهيراركي دي نورم جوريديك، الاول هو القانون ومن بعده يجي المرسوم ومن بعده يجي لا لوا ومن بعده يجي الامر وغيره، معناها لكن
كي تعمل باغ اكزومبل اتفاق دولي ملزم يولي يغلب الكونستيتيوشن نتاعك تبدلها انطلاقا من هذا. معناها في الصلب التفاضلي للقوانين الدستور هو لا لوا فوندامونتال، لا لوا فوندامونتال هو القانون الاساسي الذي يحكم بين الافراد. لك الدستور فوق الجميع معناتها. الناس الكل يدعو تشوف انت محكمه دستوريه مراقبه قانونيه دستوريه القوانين يبقى هو الاساس بيان شور ماهوش ساكري لانه عمل انساني يتبدل لكن اللي لاحظني الموديل البريطاني والموديل الامريكاني والموديل الامريكاني لو يحكيوا على الكونستيتيوشن نتاعهم التوا كانوا يحكيوا على ذا بايبل كانوا يحكيوا على الانجيل يعطيك صح هاي يحكيوا صحافي صحافي بعد 120 سنه عمل في بدايه القرن العشرين عمل مقال نقد فيه قال الرؤيه الاقتصاديه نتاع الدستور هبلوا الامريكان قال كيفاش الدستور كيفاش بالنسبه لهم الدستور حاجه مقدسه تعرف مقدسه والحريات تعرف في امريكا تجب تقول لرئيس الجمهوريه حاشاك انت كاذب انت مفتري انت غدار عندهم عادي اللي هو ثلب فهمتني في احنا عندنا ثلب احنا الفرنسيين هما عادي عملوا لي زاموندمون 22 اموندمون يجم يعمل اللي حب خاطر هما اش قالوا؟ قالوا نعملوا كونستيتيوشن وقالوا نعملوا نظام فيدرالي والنظام الفيدرالي يجي ضد الاستفراد بالسلطه وعملوا هذايا الامريكان والامريكان اللي كتبوا الكونستيتيوشن يعني جيفرسون مثال كان عنده صاحبته عنده ديمتريس كان يملك عبيد بنجامين فرانكلين هما كانوا تجار وكانوا محامين وغيره كتبوا قانون ما بين تقول انت جون لوك وما بين كذلك نظريه كالفين يقولوا الانسان خطاء نعملوا حاجه تبدا عن الانسان من انه يكون خطاء ثم كتاب واحنا ديما نقولوها روح القوانين كتاب كتبه مونتسكيو اسمه ليسبري دو لوا يقول فيه ان كل انسان لديه سلطه مجبولا على ان يتعفف بالسلطه يجب انه بحكم السلطه السلطه تحد من تعفف السلطه tout homme qui dispose d'un pouvoir il écrit un قانون كل يعفو tout homme qui dispose d'un pouvoir est porté à en abuser il faut que par la force des institutions le pouvoir arrête le pouvoir هذه الاشكاليه يعني هذيك من جات منها مفهوم التفريق بين السلطات سيباراسيون دي بوفوار هنا انا نحب نقول وانه يجب نحافظوا على دستورنا اما البارح حكينا احنا ومعاذ جبد كلمه اللي هي فخاخ قلنا اعطينا دستور ابهلنا به العالم ظهر الكل منادف والكل احفر وانقلب السحر على ساحري واكتدوا الناس اللي حبوش يعملوا محكمه دستوريه بهذا الدستور اتلهم ثاني البارح امين محفوظ استاذ قانون دستوري ايش قال له؟ قالوا له قال قيس حايد غلط بلاش كبير المحكمه الدستوريه فهمت كيفاه؟ معناها ريزونمون باغ لابسيغ ما حبيتوش تعمل المحكمه الدستوريه بلاش كبير اطلقوا ابوابها وهي شبح الفكره الاساسيه ولو بقدر ما البلدان تحترم دساتيرها بقدر ما تلقى عندها ستابيليتي انتيريور امريكا ما تنساش الواحد كيما ترامب عمل تويت وزدم بيها على العباد على الكونغرس اول مره تصير في تاريخ امريكا وحبوا حكموه دول على المساله هذه الان ويمكن غدوه يوقفوه ولا غيره في بالك نحاولوا تويتر ونحاولوا حاجات كيما صدمه وقتها صارت صدمه للناس الكل صدمه في العالم الديمقراطي راح نحكي عليه وقتها قلنا ما هذا فهمني قدم البلدان تقدس دساتيرها قدم البلدان تلقى فيها ديمقراطيه اكثر بريطانيا هي اعرق الديمقراطيات حتى حد ما ينكر هذا امريكا ديمقراطيه اما فيما بينها مع الخارج لا يشدوا جماعه الارهابيين وين حطوهم في غوانتانامو كي تحط ساقيك في امريكا تولي عندك حقوق يبداش قال الاخر جثه في حالة موت ولا كيفاش يبداش يميت حتى ساقه في امريكا هزوه حطوا سلكوي يولي عنده حقوق يجوا باش يتعاملوا على جماعه حطوهم في غوانتانامو على اراضي امريكا مخزوته امريكا منذ عام 1898 وبالتالي مصلحتها باش لالو فوندامونتال الدستور يكون المعيار الاكثر الاقوى والارقى ونحترموه وما نبدلوش ياسر وما نعملوش كما الفرنسيس اللي قلت لك لحد الان تم اطلاع حول كم دستور عرفوا منذ الجمهوريه الاولى الجمهوريه الاولى عملت عام 1792 واليوم هما في الجمهوريه الخامسه بعد عشر الجمهوريه الثانيه والثالثه وعرفوا 11 الى 16 دستور ولحد الان دي با ني با ايبويزي احنا للاسف شديد خذينا من العكري الجوانب الخايبه ياسر مالوريزمون تفضل معظيم كي قرينا في القانون الدستوري في الجامعه تاخذ الدستور اللي قال عليه سفيان تاع دستور 1959 اللي هو دستور الجمهوريه التونسيه وتاخذوا كيفاش معناتها كيفاش بدا كما قلت من غرة جوان 59 وشنو وصل الوقت احنا في عام 2006 ولا خاطرش هسي الوقت هذيك كيفاش بدا كيفاش كمل معناتها بداوا يرقعوا فيه وخيطوا في الجبهه للرئيس الاولاني اللي مشينا حتى المدى الحياه فهمت من بعدها مع بن علي قال الغاء مدى الحياه رئاسه مدى الحياه ما هو هكاك صارت من بعدها بدينا نخيطوا فيه خيطوا فيه لين ولا يترشح قد ما يحب
فهمت وين تهز الدستور. معناتها الدستور كي تكتب على قاعدة حاجة به، لكن كي تكثر اليدين فيه ودي تكثر ترقيعات يولي يهزك للدكتاتورية ويهزك إلى الانفراد بالسلطة وغيرها من الحاجات اللي تتعارض قطعيا مع الديمقراطية. الدستور هذا متاع 2014 متاع المجلس التأسيسي اللي صار، دستورنا هذا كثرت اليدين من الأول بالحق، كثرت اليدين من الأول. ش خلينا في دستور أحب يقول تو كما مثلا دكتور المرزوقي رئيس الجمهورية السابق والتصريحات يعم فيهم في الجزيرة يحشمه بصراحة. بصراحة معناتها كتونسي، كتونسي مواطن تونسي، تصريحات دكتور المرزوقي في الجزيرة يحشمه، خارج الزمن وخارج التاريخ، ويقول النهضة كل در زعما ينقض في النهضة هو ما سمعش كلامه. شكون دخل، شكون أول واحد تحالف مع النهضة وقالوا رحمة أمي مانيش ولا رسمي ولا شنو كيفاش قالها مانيش تحالف مع النهضة ومن بعد تحالف مع النهضة وين حاضر؟ فهمت الدستور هذاك معناتها الدستور اللي عملناه دستورنا توا اللي قاعدين نعيشوا به كثرت فيه لدين ورضينا بعضنا الناس الكل وحطينا في خاخ وقلنا بتعلة باش ما الرئيس ما ينفردش بالسلطة وهكا صارت وعملنا فيها الفخاخ هذاك الكل باه نمشي. دكتور مصطفى بن جعفر قال كذا من احسن دساتير في العالم، باه يا سيدي مفيد وقتها عنا مفيد عطينا نكملوا خاطر احنا كان كان البرنامج وقتها نتاع المجلس التأسيسي انه في عام تكتب الدستور ضربنا 3 سنين فهمت عطينا نكملوا كي كملنا احنا بالدستور هذاك ومشينا في المسار دي الانتقال الديمقراطي اللي فشلنا فيه مرة أخرى هني نعودها للمرة الثالثة. حطينا الدستور من هنا وبدينا في عدم احترام حتى بالفخاخ متاعه وحتى بالمسار ما احترمناهوش. ريت فمثلا ما يحبش لاحظت حاجة الأمثال التونسية ما معاش تقال في الإذاعة بالحق فيها برشا راسيزم وفيها برشا حصير الدستور هذاك اللي عنا ما احترمناهوش من نهار الاول، من نهار الاول في عدم انشاء محكمه دستوريه. ما تعملنا حاجه ما تتعملش معناتها ما نجمش توصل بها. ما حطيناش المحكمه الدستوريه، علاش ما حطوش المحكمه الدستوريه؟ كلهم المساهمين فيهم كل من نهضه ونداء تونس والنواب الكل معليش باش يقعدوا هما يتحكموا ويلعبوا بينا كما يحبوا كشعب فهمت، مش يقعدوا هما يعملوا على زي روسهم. تو يقول لك الرئيس الجمهورية اعتدى على الدستور، ما اعتديش على الدستور، ما اعتديش على الدستور، ما حرفش النص الدستور. هو اجتهد، هو أول، هو شعمل، هو فسر الدستور كما يراه هو. علاش؟ لأنه النقائص يخلوهم ليت كان فما محكمة دستورية ما ينجمش يعمل رئيس 1% من اللي صار، كان فما محكمة دستورية وهما خرق، هما النواب قاعدين يخرقوا خاطر في المجلس النيابي هو سفيان هنا في المجلس النيابي عندهم قانونهم نظام الداخلي متى المجلس هما يخرقوا فيه يوميا. هي علاش عبير موسي شدت لهم كشوكة في حلقهم؟ علاش؟ على خاطرهم هي حطت الدستور الصغير هذاك بتاع المجلس وقعدت تمارس في الخروقات. معناتها الحديث على الخروقات يتحكي من الأول. علاش هو تو مجلس نواب الشعب معناتها من أكثر المؤسسات اللي ولات بين ظفرين كرهن من التوانسة، لأن فيها الخروقات، لأن فيها عدم احترام القانون، لأن فيها مشاهد متاع فوضى ومتاع همجية، لأنه فيها مشاهد ما قبلهاش التونسي. راه كنا معناتها ولاو الناس تترحم على القصاص، تذكروهم نائب القصاص اللي دخل بالعربدة وكل شيء. فينا المو العربدة متاعه أهون من اللي صار تو، فهمت؟ معناها يمكن وقتها كانت العركة على هوية ويكون العركة على الدستور. لك علاش ديما لعبت تسالخ وخلي يتفرجوا في المشاهد يقول لك يا اخي علاش يتعاركوا هذوما اش فما؟ جسمه ما فماش حتى شيء يتعارك، هما يتعاركوا فقط باش ياخذوا الفتفات هذاك. ما خدموش حاجة على الاقتصاد، ما خدموش حاجة، كان راهو صح وكان قروضات. تو المرة الأخرى نسمع في تصريح واحد من النواب يقول لك احنا معناتها منعنا جمد البرلمان خاطر احنا باش كنا باش نعملوا جلسة عامة على الطاقة البديلة. الطاقة وقتاش عملوها؟ وقتاش عملوا جلسة عامة كاملة؟ النواب الكل بعبير موسي بالنهضة بالمجموعة الكرامة بالكل النواب
وقتاش عملوا جلسة عام بداوها كملوها؟ توا نحن نحكيو وينو مشروع قانوني نتاع الطاقة البديلة؟ احنا كان احنا نتحدث، دخل نايب تحدث معنا بالتليفون وقال استدعاوني ولا حزب باش نحكي على الطاقة البديلة، فما قالك ليه باش نعملوا جلسة عام؟ معناتها احنا توا البرلمان يزمو ما يتجمدش خاطر احنا باش نعملوا جلسة عامة على الطاقة البديلة، توا كلام هذا على شكون تجد؟ معناتها داو قديش معناتها قديش تحبوا الشعب التونسي باش تجد عليه الخرافات هذه؟ اللي عينه باش يعمل طاقه البديله من الاول من حملته الانتخابيه يقولها، من حملته الانتخابيه يشد فيها صحيح، ونهار الاول اللي يدخل للبرلمان يبدا يحط المشروع نتاعو كان مأمن به. احنا في العكس ما رينا حتى شيء. الطاقه البديله كانت توفر لك مواطن شغل، الطاقه البديله كانت توفر لك بيئه تنجم تعيش فيها ومحيط تنجم تعيش فيه، الطاقة البديلة كانت تنجم تخليك تساهم في التصدير، في تصدير الطاقة، في تصدير الضوء وغيره، تخليك تحمي بيئتك وتخليك زادة ترتاح من الدولارات اللي ماشية للدعم في المحروقات وغيره، وكل شيء يتقدم راه مع بعضه كل شيء بالضبط. هذا ما شفناهوش. معناتها البرلمان ما قامش باللازم اللي لازم يقوم به. راهو نحكي على البرلمان من 2000 من الدستور تاعو، احنا في نمشيو في باقي في زاويتنا نتاع الدستور. معناتها انت ما احترمتش الدستور اللي عملته به النادي، هي فانه النتيجه باش تكون هذه، راه النتيجه باش تكون هذه على المستوى الاقتصادي، على المستوى الصحي، على المستوى الاجتماعي. اش قال لك سفيان في الولايات المتحده الامريكيه؟ ما يتمسش الدستور مش خاطر قوي، لكن هو الثنيه اللي لازم يحترمها الناس الكل. والمثال اللي اعطاها نتاع فرنسا ما كانش، يمكن احنا خدينا برشا ديفويد من فرنسا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاداري. معناتها حتى احنا قد برشا قراو في فرنسا وبرشا وبرشا نتابعوا فرنسا بحكم اللغه، بحكم تاريخ الاستعمار. ارجع غدوه موجوده في فرنسا بيان سور، بداوا هما التلاقيه وقت البيت كانت خير. شوف شوف انت كيفاش حكيتوا مع التلاقيح. معناتها الدساتير نتاعهم ما احترموهاش من الاول، توا يمكن تبدلت تبدل المفهوم، لكن قاعدوا محافظين على الحريه الى غير ذلك. نحن عملنا الدستور باهي 59 ما احترمناهش من بورقيبه ومن بن علي، وعملنا الدستور خايب وما احترمناهش، والنتيجه هزت للزول تقريبا ثلاثه هنات اللي عملناهم في الدساتير، ثلاثه الاعتداءات اللي عملناهم في الدساتير تقريبا باش تهز نفس النقطه. واحنا ما نتمناوش النقطه الثالثه تكون كي النقطتين الاولانيين، ما تكونش كيما النتيجتين الاولانيين. ماذا بينا يكون فما احترام للدستور في الوقت الجاي، ولو كان معناتها نمشيو في تعديل لازمنا نعدلوا النظام السياسي، وخاصه واولا وعاجلا النظام الانتخابي. فهمت؟ وزاد النظام الانتخابي بالهيئه نتاع الانتخابات. سفيان نذكر مره وقت عمل ايديتو على الهيئه نتاع الانتخابات واللي معناتها وكيفاش عملت لا جيستيون تاع الانتخابات في الوقت هذاك، وكيفاش مش معناتها نشك في الناس معناتها اللي يخدموا فيها، لا كيفاش ضعفوها سياسيا، كيفاش ضعفوها، وهذا من اعتداءات اللي صارت معناتها على القانون الداخلي في البرلمان، واعتداءات صارت القانون من البرلمان، ضعفوا هيئه الانتخابات باش تكون ادائها اقل من المتوسط وفي تنظيم انتخابات. معناتها كله يلزم يتعاود على مستوى النظام الانتخابي، وخاصه لابد من اقناع الناس بالذهاب للانتخاب. والناس اللي تسمع فينا لهنا اهم باش تعرفوا اهميه الانتخاب. الناس اللي خرجت، نعاود نذكر قلت البارح كان نعملوا احصائيات نشوفوا قداش من واحد فيهم ما مشاش الانتخابات. راه كي تمشيو تنتخبوا ارادتكم تكون على ارض الواقع وتكون هي مؤثر للمشهد السياسي. واضح كما قال الدستور مقدس، حتى الصوت مقدس في الانظمه الديمقراطيه. راجعين معكم شويه اخر، نعطيكم موعد مع الاخبار، اخبار 9 متاع الصباح، وراجعين معكم في هذه البرمجه الاستثنائيه الخاصه ومتابعه للاوضاع التاشه بلادنا.